عندما تتصدق على فقير، فلا تظن أنك مثلت دور الكريم مع المحتاج، بل أنت محتاج يعطي محتاجا حاجته عندك، وحاجتك عند الله. قال ابن القيم: لو علم المتصدق أن صدقته تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الآخذ. فارخ يدك بالصدقة، ترخى حبال المصائب من على عنقك، واعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه. وتذكر: الصدقة تديم النعم وتدفع النقم، ترفع البلاء وتنزل الشفاء، تنجي من الكرب وتطفئ غضب الرب. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فتصدقوا ولو بالقليل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وتذكروا أن الصدقة قد تفتح رزقا كان معلقا، أو تشفي مريضا، أو تزيح هما، أو تمسح إثما. فتصدق وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.